سلام كده لاباس عليكم مزيانين اموركم هانيه نتمنى ان شاء الله تكونوا اتم الصحه والعافيه ان شاء الله مع فيديو جديد مع نهار جديد. غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا على الطبيعه ديالو المسيره ديالو كما هو ان شاء الله. غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه 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 بزاف وغادي تشكروني عليها ان شاء الله. وصراحه زوينه كنديرها لوجهي وكتعطي واحد النضاره للوجه ديالك. انا نجربها معكم ان شاء الله في يديا. تقدروا ديريها لوجه يعني ديريها لوجهك ويديك ورجلاتك حتى هما. صراحه زوينه بزاف وغادي نشاركها معكم ان شاء الله وغادي تشوفوا النتيجه اللي هي زوينه زوينه. مهم هادشي اللي كاين قبل ما نبداو ان شاء الله الاشغال ديالنا ديال البيت. اول حاجه كنديروها كنصليو على رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مهم حتى انا غنقول الا رسول الله، يعني هذاك اللي سال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اللي نقدر نقول. مهم غادي ان شاء الله ندير معكم هكا يعني المراجعة البنات ديال القرآن. غادي نديرها لكم ان شاء الله في واحد يعني في واحد الحصة هكا منين تديري اشغال ديالك شنو كديري وبعدا ضروري الاذكار. وانتي كتشقاي وانتي كديري الاذكار وانتي كتشقاي وانتي كديري الاذكار واحد واحد المشة خرجت ليا بالله. مهم وحنايا كنغسلوا المعنات ديالنا وكنقولوا سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وحنا غاديين منين هكا المهم البنات وحنايا كنجبدوا هكا يعني نجبدوا ولا بغينا حيت هاد المنظمات هادو كنديروا هادشي هذا البنات. مي صراحه ما كنديروش غير الخضره وصافي. هادو هنايا هانتوما راه كندير فيها كندير فيها هادو ديال الحلوى. وحنايا كنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله سبحان الله. المهم البنات انتوما كنجمع يعني كنحيد هذوك المجوره هذوك المجوره الصغار اللي عندي غادي نضفهم كندير فيهم غير هذاك الشيء ديال الحلوى. صراحه كينفعوا صراحه والله البنات غير خذوهم. انا ان شاء الله غادي ناخذ واحد كبير حيت انا عندي كوزينه صغيره وضروري خصني شي واحد هكا فين ندير هكا المعنات ولا شي حاجه. واخا عندي البلاكار ما مقسومش يعني بزاف ديال الطاجيرات ما فيش فيه غير شويه. وهاد المجيرات هادو مساكن والله العظيم اللي نافعيني. وهذا الشيء اللي كاين البنات غادي كل مره هكا نجبدو شويه مع الكوزينه. انا عندي صغيره البنات يعني ما فيهاش بزاف ديال القاش ولا شي حاجه. مي كوزينتي هكا صغيره بزاف ودغيا كتجمع يعني دغيا كتجمع ودغيا كتوسخ. هذا الشيء اللي فيها خايب دغيا كتجمع ودغيا كتوسخ ودغيا كترون. يعني هادشي اللي كاين البنات. المهم غادي نجمع هكا نتوما عارفين الروينه تتكون عند اي وحده. وهنايا البنات انتم راه رتبت هنايا هكا يعني هاد البلاصه هادي كنخصصها غير هكا القطاني السكر اتاي يعني المقارونيه السباكيتي يعني هذاك الشيء اللي عندي كنحطو عسل الحر يعني اي حاجه كنحطها تما في هذيك البلاصه.
وهنايا في هاد المجوره قلت لكم البنات كنحط هنايا داكشي ديال الحلوى، وكنحط هنايا هادو الليمون وهادوك الطوابع، وكنحط هنايا هادوك الفراشات والمواس، يعني كاع الحاجه اللي صغيره يعني. وهنايا حتى هاد المجار الثاني كنحط فيه هكا المواس، هنايا البنات كنحط هنايا هادو الفطر هذا كنحطوه هنايا باش ما يخسروش ليا الدراري، حيت كندير بيه هكا شحال من حاجه. المهم هنايا في هاد المنظمات هادو ديال الثلاجه، ما صراحه ما كنديروا يعني ماشي غير ديال يعني ماشي غير ديال سميتو ديال الخضره وصافي، تقدري تحطي يعني تنظمي بها شحال من حاجه. هنايا درت انا هاد نظمت بها غير هادو ديال الحلوى الدلاك وهذاك الكاغي ديال اللاطه، وكنحطهم تما صراحه كيبانوا ليا ما كيبقاوش مخشيين في البلاكار. وغادي نحيد معكم هاد البلاصه هادي عاوتاني، وغادي ننظفها حتى هي نمسحها شويه. وهنايا عندي هاد الكيسان هادو البنات، راه غادي نوريهم ليكم ان شاء الله. خديتهم من كنت مشيت خديت واحد الكوموند، هانتوما خديت واحد الكوموند وهما يعطوني هاد الكيسان هذا، صراحة زويني. خديت هاد الكيسان عجبوني صراحة الشكل ديالهم، كيعطيو هكا يعني كادو من عندهم. الا خديتي هكا 200 درهم ديال التقديه كيعطيوك الكيسان ولا كيعطيوك شحال من حاجه. هذيك المره راه شاركت معكم شنو عطاوني، عطاوني هاد هذيك الخضره، عطاوني هاد الكويسات هادو ديال الديسير، وهاد المره عطاوني هادو ديال العصير تقديت من عندهم. صراحه ما كتخلصي حتى شي حاجه يعني، كيعطوها لك كادو من عندهم. مرة أخرى عطاوني هذا يعني صراحة شحال من حاجة خديتها من يعني ما كتخلصيش كتاخدي هذا. خليكم معايا غادي نطلع وما تنساوش اذكار وسميتو نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على وهنا البنات كنجبد هادوك يعني هذاك البلاكار الوسطاني، كتشوفوا معايا كنرش بهذاك جافيل البنات، دايراه في هذاك الرشاش هو اللي كنمسح بيه هكا، يعني كنمسح بيه هو كيمسح مزيان، كي ملي تتشمي هكا الريحه ديال الجافيل كتبرد لك القلب. مهم
هنايا كنمسح هذوك ديال هكا ديال الخلاط الكهربائي، وهنايا غادي نجبد هاد البلاصه هادي عاوتاني البنات اللي كيكونوا فيها لي مول وهذاك الشيء ديال الميكا وهذاك الشيء ديال المهم انا راه غارقه لي مول، غارقه 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 البنات عرفتي على الاشكال والانواع. المهم هنايا هاد البلاصه هادي مخصه غير هذوك لي مول وهكا لي بون ديال البلاستيك ولا ديال الزاج، صافي كنستفهم هكا هنايا باش كيبانوا ليا، يعني ما كنحطش انايا تحت بوطاجي البنات، تحت بوطاجي تيكونوا هكا يعني الحشرات وانتي ما عارفه، ما كنحطش هذاك الشيء اللي كنبغي نخلط فيه. صافي ودابا ان شاء الله ساليت كل شيء، ساليت البلاكار مسحتو، رجعت كل حاجه لبلاصتها، وهنايا المعالق رجعو نتوما لبلاصتهم، اي حاجه رجعها لبلاصتها، كل شيء يكون منظم. صراحه ملي تتشوفي البنات، ملي تتشوفوا كل شيء منظم كل شيء بلاصتو، كتجيك واحد الراحه النفسيه صراحه اكثر. يعني خصصتوا الوقت ديالكم في وانتم كتشقاو، وانتم يعني كتشقاو في هكا كتجمعوا داركم، وانتم كتقولوا الاذكار ديالكم، وانتم كتذكروا الله في الشقه ديالكم، انتما كتشقاو كتقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وانتما كتزيدوا يعني كتزيدوا في الحسنات ديالكم، كتزيدوا في الميزان الحسنات ديالكم حسنات مضاعفه، وانتما يعني كديروا الغداء ديالكم، كديروا يعني كتشطبوا كتصيقوا، انتم الفم ديالكم كيكون رطب بالذكر ديال الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي بغينا حنايا، بغينا نتعاونوا على يعني نتنافسوا على شي حاجه اللي مفيده، نتنافسوا على شي حاجه اللي هي زوينه بزاف، نتنافسوا على شي حاجه اللي غادي نتنافعوا بها حنا كاملين. هذا الشيء اللي بغينا نتنافسوا فيه، نتنافسوا على الذكر ونتنافسوا على حفظ القرآن الكريم. هذا الشيء اللي كاين البنات. صافي كملت الشقه ديالي، كملت كل شيء البنات باذن الله، كملت كل شيء والحمد لله والشكر لله. ودابا غادي نمروا ان شاء الله باش نصاوب معاكم هكا واحد الوصفه اللي تخليكم هكا كتشعلوا البنات، كتخلي وجهكم تيبري. وما تنساوش هكا راسكم البنات، ضروري راسكم هو يعني واخا كتشقاو في الدار ديالكم، واخا عندكم وليدات، ولكن ما تنساوش راسكم، يعني توافقوا ما بين الوليدات ديالكم، وما تنساوش راسكم في الاخر، ضروري ضروري راسكم تهلاو في راسكم، لما تهلايتوش في راسكم ما كاينش اللي تهلا فيكم. مهم ضروري ضروري البنات هكا كندير يعني في وسط السيمانه، في وسط السيمانه كندير شي حاجه هكا لوجهي. والحاجه الوحيده اللي كنديرها بالليل البنات هي الفيتامين او. الا كنتو متواجدين يعني متواجد حداكم يعني فارماسي، خدوا فيتامين او، راه زوينه بزاف. يعني انا النصيحه الوحيده اللي غادي نقول لكم، ديروا فيتامين او بالليل، ولا كان عندكم فيتامين سي ديروه حتى هو بالليل، يعني الزيت ديال فيتامين سي والزيت ديال فيتامين او. هنايا البنات راه خلطت الوصفه ديالي، يعني هاد الطريقه هاد، سمحوا لي البنات راه مشات لي الهضره. هنايا غادي نخليه يعني خليه كرم، بعد ما خليتها كرمات وخليتها كرمات مزيان البنات، هنايا انتوما كتقشر تيولي بحال الماسك هنايا انتوما، ولكن راه البنات راه كتبيض عاد داوموها، يعني ديروها في وسط السيمانه، كل سيمانه ديروها، يعني صراحه زوينه بزاف، وانايا حمقتني وتجربتها انايا، ماشي اول مره غادي نجربها معكم البنات، راه انا مجرباها ومعاودها، يعني مجرباها وماشي مره ماشي جوج، يعني مجرباها والوصفه رائعه. يلا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله.